بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات كما بعث صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اعرب جلالته عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بهذه المناسبه الوطنيه